بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الفيديو تاعنا يتمحور حول طلبة علم النفس العيادي الذين هم مقبلين على مذكرة التخرج، وخاصة الذين مهتمون بمجال التوحد. فمن الطبيعي أن كل طالب أو باحث قبل ما يبدأ البحث تاعه أو مذكرة التخرج تاعه يلزم عليه أول حاجة يديرها هو يبحث على عينة البحث، أسكو تكون موجودة ولا مكاش. فمن الأحسن ومن الجيد أنه يختار المواضيع الذين فيهم ليس فيهم عينة كبيرة باه تسهل له طريقة البحث. قبل ما يختار الموضوع، قبل ما يختار أي شيء، قبل ما يختار المشرف، قبل يشوف الموضوع اللي فيه عينة البحث كبيرة اللي تخدم الموضوع تاعه. علاه؟ لأنه لو اختارينا موضوع ما فيش عينة البحث أو عينة البحث صغيرة، مثلا نصيبو طلبة يختارون مواضيع اللي هما دي تابو، مثل الانحرافات الجنسية، مثل المخدرات، مثل ما غاديش نصيبوا العينة فيهم كبيرة، وما غاديش نصيبوا فيهم العينة متوفرة كثير. علاه؟ لأنه المجتمع تاعنا ما قليل وين نصيبوا واحد منحرف جنسيا ولا مدمن مخدرات، يروح عند الأخصائي النفسي أو العيادات أو للمستشفيات، أو لأنه الطالب مطالب بتقرير تربص ومطالب للمذكرة بالتربص وبمكان التربص، يلزم عليه يروح للمستشفيات والمراكز والعيادات النفسانية. وهنا نصيبه في العيادات والمستشفيات، نصيبه هذه العينة قليلة، ما غاديش احنا نروح نحوس عليها في الشارع. قانون المذكرة ما يسمح لناش انه نروح نقبضوا العينات في الشارع، وهذه اصلا ماهيش من صلاحيات الطالب، وما كاش امن وما كاش حماية وما كاش ماشي كيما تكون تروحي بالرخصة تاعك وتكون في مركز او عيادة الى اخره. هنا يلزم على الطالب انه قبل ما يختار الموضوع يلزم عليه يختار عينة البحث. وبما انه هذه المواضيع نصيبها قليلة في المراكز او في المستشفيات او في احنا الطالب يبدا يحوس على العينة اللي نصيبها بكثرة في المراكز او في المستشفيات او الى اخره، اللي الطالب مطالب او مجبور نقوله انه يروح ليها. انا يا نصيحة لكل طالب او انه يختار العينة اللي تكون متوفرة في جميع المراكز. انا نعطي وجهة نظري بخبراتي المتواضعة، انه جوزت مذكرة الماستر وجوزت الليسونس. انا كي ليسونس كي الماستر درت موضوعي التوحد، لانه التوحد نصيبوه بكثرة. نروحوا العيادة النفسية نصيبوا عندها حالات توحد، نروحوا المستشفيات نصيبوا حالات توحد، نروحوا للجمعيات راهم بكثرة نصيبوا حالات توحد، ولما نروحوا نصيبوا الحالات بكثرة. وهذا على الطالب انه ما ينغبنش، وقادر يسيب كاع بريزون شارج، يسيبو واجد ما يغبطش، يسيب حالات خادمين معاهم ديجا، يسيب بريزون شارج واجد ما ينغبنش. ما نروحش انا للعيادة ولا المركز ولا نقعد نقرا على الحالة تجي. مثلا إن اختاريت انا انحراف جنسي ونروح لذاك المركز،
ما نصيبش عنده ولا حالة انحراف جنسي، نقعد داير يد على يد ونقارع الحالة تجي هنا. لا نشوفو العينات اللي متواجدة بكثرة، ومن العينات اللي متواجدين بكثرة هو التوحد، اضطراب التوحد. هنا كيف ندرسو التوحد في مذكرة التخرج؟ الأكثرية ديري فعالية برنامج تدريبي. كيف نديرو فعالية برنامج تدريبي؟ يروح الباحث يدير يختار أي برنامج تدريبي، البرامج التدريبية في التوحد على رأسها، تيتش، لوفاز، إيبلز، كين بزاف. هنا شي يروح يدير الطالب، يروح يختار البرنامج التدريبي اللي يشوفه سهل وما يديلهش وقت بزاف، لأنه احنا نعرفوا كاع الجامعات في الجزائر يعطوا مدة تربص قليلة جدا، اللي ما تساعدناش انه احنا نبنوا برنامج تدريبي ونديروا له الخطوات ونديروا له المهارات اللازمة ونديروا له شن. نديروا هنايا نجيبوا برنامج تدريبي واجد، ندو منه مهارات معينة ونروحوا نطبقوه. ولا من الأحسن مادام هذه الفترة اللي فاتت راكم شفتوا من جائحة الكورونا، أنا تعرض الطلبة لضغط كبير في التربص، ما يعطوهمش مدة بزاف. احنا شنديرو؟ نروحو نسقسو في الجمعيات ولا المراكز على البرامج اللي يستخدموها. البرامج اللي يستخدموها هما يكونوا خادمين بها حالات، نروحو احنا شنديرو؟ ما نبنوش احنا كاع برنامج تدريبي، نروحو نديرو معاينة للبرامج اللي هما يخدموا بها. بعد ما اختارينا البرنامج، حاجة باينة نختاروا البرنامج اللي تكون عنده صح فاعلية ونشوفوا فيه نتيجة مع الحالات، ونشوفوا ما نروحوش انا نجيب برنامج. بعد اختيار البرنامج التدريبي، وهنا طبعا يجب ان نختار برنامج تدريبي اللي تكون عنده فعالية، نشوفوا كاين فعالية في تخفيض عرض ما او تنمية مهارات ما من مهارات التي يكتسبها الطفل التوحدي بعد ما تكونش كاع عنده. ومن بعد نحاول ضبط الموضوع. كيف نضبط موضوع الدراسة؟ لازم كل دراسة نعرفه أو كل موضوع يكون فيه متغيرات. التغيرات هذه تابعة للجانب المنهجي، احنا ما غاديش نهضروا عليها، ممكن نديروا عليها فيديو اخر بالنسبه للمتغيرات المستقله، متغيرات تابعه الى اخره. احنا يهمنا نهضروا على برنامج تدريبي، كيفاه نطبقوا في مذكره تخرج. احنا بالنسبه لهذا الموضوع اختارينا فعالة برنامج تدريبي قائم على فنيات تحليل السلوك التطبيقي. شنو هي فنيات تحليل السلوك التطبيقي؟ اللي هي منهج لابيا اللي هو معروف، مبني عليه العديد من البرامج، تيتش، لوفاز، ايبلز، مبنيه كاع على منهج واحد اللي هو لابيا، سلوك مثير، سلوك استجابة إلى آخره، اللي هو جاي من عند نبثق من المدرسة السلوكية. ما نعطوش قال لي ديتاي على لابيا، لأنه هو منهج واسع وعلم واسع بأسره، ممكن فاني نديروا عليه حصة أخرى إن شاء الله. المهم نشوفوا فعالية هذا البرنامج التدريبي قائم على فنية سلوك تطبيقي. هنا ملاحظة، مشي لابيا هو البرنامج التدريبي،
لا شنو نقولوا هنا، نقولوا برنامج تدريبي قائم على فنيات السلوك التطبيقي. يعني هذا البرنامج التدريبي يكون عنده منهج اللي هو منبثق من لابي. مناش نقولوا كاين اللي يغلط يقولك لابيا هو البرنامج التدريبي، لابيا ماهوش برنامج، لابيا منهج، لابيا علم تحليل سلوك تطبيقي. المهم ومن بعد نديرو نحدو المهارة أو نحدو العرض اللي رايحين نقصو منه بمساعدة هذا البرنامج، أو المهارة اللي غادي ننموها بمساعدة هذا البرنامج. هنايا مثلا نختار عرض توحد عدة، مثلا السلوكات التكرارية، مثلا تعديل السلوك، مثلا هذو أعراض يساعدنا البرنامج التدريبي في خفضها. أو العكس نختار مهارات، مثلا انتباه، مثلا كما هنا مهارات استقلالية، مهارات أكاديمية، مهارات لغة بالنسبة للأرطفوليين، كاين مهارات عدة. هنايا ما غاديش نقصو منها لانه موش عرض، هنا هذه مهاره ننموها. كما هنايا درنا فعاليه برنامج تدريبي قائم على فنيات تحليل سلوك التطبيقي لابيا في تنميه مهارات الاستقلاليه لدى اطفال التوحد. هنا اختارينا مهارات الاستقلاليه لانه عليه انا نشوفها عنصر مهم جدا. الاستقلالية مهارة مهمة جدا تكون بعد تعديل السلوك للطفل. ممكن في بعض برامج نصيبوها هي الأخيرة، نصيبوها نجي مهارات انتباهية الأولى، مهارات إدراك، مهارات في بعض البرامج نصيبوها هي الأخيرة. لكن مش معناها أن نصيبوها الأخيرة معناها ما تبدأش مع الطفل، لأنه مهارات الاستقلالية كونها لازم يتعلمها الطفل في المراحل الأولى للطفل، وتعتبر من أنا تبالي تعتبر من أهم المهارات التي يلزم الطفل التوحدي أن يتعلمها. هنايا من شي كنصيبوها في البرنامج هي التالية ونخدموش عليها مع الأول، لا أنا من مورا تعديل السلوك، من مورا تعديل السلوك نبدأ في الانتباه، في التركيز، في الجلوس، هذه كاع عند الطفل التوحدي، في خفض السلوكات التكرارية، في لكن مهارات الاستقلالية غير الطفل التوحدي يدخل في الفهم ويدخل في تنفيذ الأوامر. نبداو معاه مهارات الاستقلالية مادام راه عنده فهم ومادام عنده تنفيذ أوامر، ندخلوا معاه ديريكتومون في المهارات الاستقلالية. يعني لأنه معظم الأمهات، أنا درت تربصات عدة، وكنت متواصلة مع الأمهات. الحاجة اللي تغبنهم بزاف هي تعلم مهارات الاستقلالية، باه يبدا ياكل وحده، يلبس وحده، يدير لي بوزوان تاعو وحده. المهم هادو شوف انا ديتايت شوف في المهارات الاستقلالية، لانه نشوفها بلي عنصر مهم وعنصر اساسي باه يتعلمو الطفل التوحدي. بعد ضبط الموضوع والتحكم فيه، لازم الطالب او الباحث يكون متمكن من الموضوع تاعو، ويبقى يدير عليه دراسة استطلاعية كما كنا نقولوا. يلقى يروح للمراكز يشوف هل هناك فعالية لهذه البرامج، ما كانش يلقى تكون دراسة استطلاعية، وهذه اللي غادي نشوفوها من بعد. لازم الباحث يدير دراسة استطلاعية باه يضبط الموضوع تاعو، يتحكم فيه باه تجيه سهلة. بعد ضبط الموضوع هنا نصيحة ثاني للطلبة والباحثين، انهم يأكدوا على حسن اختيار المشرف. هذه ضرورية جدا، حسن اختيار المشرف.
كما نقولوا يا غادي تشوفك يا غادي تطيحك، ما غاديش تخليك تكمل مذكرات تاعك بكري، لانه نشوف بعض الطلبه هو موضوع التوحد يروح يختار مشرف للتخصص تاعو قياس نفسي. هنا خطا، علاه نختار مشرف في الموضوع تاعو قياس نفسي وانا التخصص تاعو عفوا قياس نفسي وانا موضوع تاعي توحد، كما نقولوا التوحد عيادي بحت، موضوع عيادي بحت، نروحو نديرو قياس نفسي. انا كي نختار مشرف عنده تخصص قياس نفسي، يعني كي نبغي ندير اختبارات إسقاطية نبغي نشوف فعالية الرشاق، فعالية التياتي، فعالية رسم العائلة، هنا نختار مشرف عنده قياس نفسي. هنا نروح نختار مشرف عنده تخصص علم النفس اجتماعي أو علم النفس مرضي. هنا علم النفس مرضي، أنا كي نبغي ندير اضطرابات العقلية، نبغي ندير اضطرابات نفسية بحت، ندير انا مانيش عارفه فصام، ندير فصام، المهم الثيرابيست النفسيه، ندير فصام بارانويا، الثيرابيست النفسيه عديده. هنايا الموضوع تاعنا موضوع التوحد هو موضوع عيادي بحت، لازم اختيار مشرف يكون التخصص تاعو علم النفس العيادي باه يعاوننا. وفاني نصيحة انكم تديروا زميل اللي يعاونكم ما يقبلكمش في المذكرة، لانه راكم عارفين نحنا المذكرة في الجامعات الجزائرية ما يعطوناش وقت كبير، تكون تقرا في لي سيمستر تاعك، دير في لي زيزامان او ميم طون تبدد في المذكرة، لازم يكون زميل ما يقبلكش ومشرف ما يقبلكش باه تكونوا متكاملين. وبطبيعة الحال في كل مذكرة كاين جانب نظري وجانب تطبيقي، اللي غادي انا هنا هدرت على كيفية التحكم في الموضوع، كيفية اختيار الموضوع، كيفية اختيار المشرف، كيفية اختيار المتغيرات المستقلة والتابعة بالنسبة للطلبة اللي هما مختصين بهذا المجال، مجال التوحد. ان شاء الله راح ندير حلقة اخرى على الجانب النظري، يمكن تكون حلقة جانب نظري وحلقة جانب تطبيقي، لانه راح نفصل. انا هنا ما غاديش نذكر، ما غاديش نفصل الجوانب المنهجية، ممكن فين نديرو لهم حصة اخرى، ما غاديش ندير كيف نبنوا الفرضيات وكيف انا غادي يكون نعطيكم كيف تبنوا الفرضيات، لكن في هذا الموضوع ما غاديش نعطيكم منهجية بناء فرضية او منهجية بناء اشكالية او منهجية صياغة تساؤل او منهجية، لا انا غادي نعطيكم كيفاه قاعد اعطيتكم كيفية صياغة الاشكال، ولا بالنسبة لهذا الموضوع المتخصص في التوحد.